في ميدان تربية الماشية العصرية، حفاظاً على جودة الحليب، يحبذ الحلب بآلة حلب نظيفة لأنه الحلب باليد يجلب الجراثيم ويزيد يستهلك وقت. تبريد الحليب في خزان هو زادة أكثر من ضروري باش نحافظوا على جودة الحليب متاعنا من ناحية، ونتجنبوا إتلافه كيف ما يجيناش الحلابي باش يهز الحليب في وقته واللي هي تصير ديما. وكلهم يخدموا بالضوء اللي عمال سمو يزيد كل عام، مع مضخات الماء والإنارة تولي التكلفة غالية. هذاك علاش تركيز الطاقة الشمسية في الضيعة ضروري، يمكننا باش تقريباً ما عادش نخلصوا الضوء وزيد خدماتنا في الضيعة كاملة ومتكاملة. نحن اليوم في ضيعة سي عبد الجليل الهرهوري اللي هو فلاح واكب معانا كل مراحل المشروع من 2016، بما فيها التكوين، تبادل خبرات، تمتع ببعض الآلات والمعدات الفلاحية، واليوم وصلنا لمرحلة نتاع تركيز الطاقة الشمسية كضيعة مثالية اللي تمكن بعدين باش تشع على المحيط نتاع الفلاحين المجاورين اللي نجموا ينسجوا على منواله ويعملوا كيفهم. القطاع اللي أنشط فيه هو تربية القرحة لوب الكهرباء في على مستوى الضيعة، يعني مكلف شوية، وتم تركيز الطاقة الشمسية على مستوى الضيعة متاعي، تم معناها الربط مع شبكة الكهرباء اللي تابعة شركة الكهرباء والغاز، ودخلنا في العملية معناها الاستغلال. وبمرور الوقت معناها تو مدة 3-4 شهور اكتشفنا أن الطاقة الشمسية مهمة برشا في الضغط على الكلفة وفي معناها إنتاج معناها زايد في الطاقة الكهربائية اللي فيها بالحاجة، وأصبحنا معناها نشغلوا في معدات الاستبل الكل بما فيهم التبريد سريع، بما فيهم معناها آلات الحلب، بما فيهم معناها المشارب الآلية اللي نستعملوا فيها بالبومب إلكتريك. بالنسبة للحاله اللي باش ناخذوها نتاع سي عبد الجليل هروري اللي اليوم عنده الانتاج 2114، استهلك منها كان 1310، بقالوا فائض الأشهر الجايه، وبطبيعه الحال الفاتوره باش تجي اسفير طبيعي جدا. بالحساب اكتشفنا انه الان اصبحنا معناها لا ندفع ولا مليم واحد للستاك بفضل معناها تركيز الطاقة الشمسية هذه. بحب نقول أهمية استعمال الطاقة البديلة ولا الطاقة الشمسية في المستغلات الفلاحية. نعرفوا اللي كلفة الطاقة ولا نسبة مساهمة الطاقة في الكلفة نتاع الإنتاج توصل حتى 30-40%. فما امتياز الدولة لازم تاخذها الفلاح والباعث اللي يركب تجهيزات طاقة شمسية، فامتيازات جابها قانون الاستثمار 71-2016. كيف ينجم زاد الباعث يتمتع بالمنحة هذه عن طريق وكالة التحكم في الطاقة، لكن ما ينجمش يجمع بيناتهم. المسألة سهلة ياسر، الفلاح ولا الباعث اللي باش يحب يتمتع بالامتيازات هذه يتصل بالإدارة الجهوية لوكالة الاستثمار الفلاحية اللي موجودة في الولايات الكل، كل ولاية فيها إدارة جهوية. والإدارة هي اللي ترشده كيفاش يعد الملف نتاعو باش تحصل على الامتيازات. هو يلزم اول نقطه ينتبه لها الباعث هو انه قبل ما يبدا في الانجاز يقوم بعمليه تصريح بالاستثمار، هي مجرد اذباره وثيقه ياخذها من الاداره الجهويه ويعمرها، وبعد يمشي يعد الملف نتاعو. الملف ايش فيه؟ فيه دراسه فنيه، الدراسه اللي هي باش تحدد حجم المحطه نتاع الطاقه توليد الطاقه الشمسيه، وفيها بالنسبة للي كونكتي اللي مربوطين بشبكة ستيك، فيها الموافقة المبدئية نتاع ستيك نتاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفيها بطبيعة الحال لازم الشركة زادة اللي المقاولة اللي باش تقوم بعملية التركيب تكون أجري معناتها مصادقة عليها، ويصب الملف نتاعو فيها الوثائق هذوما يتم إيداعهم لدى الوكالة، لدرجة الوكالة تم المصادقة عليها وياخذ مقرر امتيازات فيه المنحة اللي تمثل 50-55% حسب حجم المشروع. تبريد داخل الضيعة أمر ضروري يخلي الفلاح يحافظ على الجودة متاع الحليب متاعه، ويمكنه باش يخدم في أريحية وما يبقاش مربوط بالحليبي وقتاش يجي،
ينظم توقيت الحلبان نتاع البقرات نتاعو كيف ما يحب هو. اذا كان نزيدوه الطاقه الشمسيه اللي تخلينا نضغطوا على الكلفه ويولي الكهرباء عنا بلاش، يولي وقتها نتاكدوا 100% من مردوديه المشروع.